يا مساء الجمال على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة الصحة وجمال، ومشاهدين برنامج فضفضة، برنامجكم الأسبوعي اللي النهاردة معادكم فيه مع حلقة جديدة. وحاولنا برضو زي ما تعودتم مننا إن احنا نجيب لكم موضوع متميز ويكون حديث الساعة. الفترة الأخيرة لاحظنا إن في ناس كتير بتجهل يمكن حقوقها القانونية، وده بيأثر عليها بالسلب سواء في الشؤون المادية أو المعنوية أو البدنية مؤخرا. وحصل أحداث كتير في الفترة الأخيرة وشوفنا جرائم وحوادث بسبب جهل في نقط في القانون. ده دورنا النهاردة معاكم ومع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو، سيادة المستشار الأستاذ أحمد غلوش محامي الاستئناف العالي، وأستاذ ناجي مندوب الإعلامي عن حملة تمرد ضد قانون الأسرة. الحقيقة النهاردة هنركز في الحلقة بتاعتنا مش القانون كاملا لأن صعب جدا في حلقة واحدة، ولكن قانون الأحوال الشخصية وبالذات قانون الرؤية. صح يا أستاذ ناجي، حضرتك دي أكبر مشكلة بتواجهه، أكبر مشكلة بتواجهه. بس خلينا نبتدي الموضوع من الأول. لو الطرفين وصلوا للانفصال يا أستاذ أحمد وخلاص استحالت المعيشة وكل واحد ذهب لبناء حياة جديدة، بيبقى عندنا ضحية الطفل. العلاقة أكيد دي طبعا احنا اللي هو بندور الطفل على مصلحة الطفل في البداية. تمام. فطبيعي لازم يكون في تعديل للقانون القديم، ان القانون يبقى متوازن، في نوع من التوازن. يعني انا شايف ان طبعا الاب في الحالات اللي زي كده حقه مظلوم طبعا، يعني حقه ضايع، دي حقيقة. يعني النهاردة إن القانون يحكم للأب برؤية الطفل 3 ساعات كل أسبوع، فطبعا ده تقريبا. بس سامحني، أنا النهاردة هدفي الأساسي من الحلقة الطفل وحقه، لأن الأب أو الأم ممكن يكون اللي حصل ده نتيجة سوء اختيار، ولكن الطفل ملوش ذنب. احنا بنتكلم على حق الطفل في التربية، إن هو ياخد متابعة سلوكه، تقويم سلوكه، ده حق الطفل قبل ما يكون حق الأب، ده شيء طبيعي. أول نقطة في القانون بنتكلم عنها النهاردة الحضانة. بعد الانفصال مباشرة بتقول لمين؟ بداية للأم. أو هي الأصل. قبل التعديل أو المشروع القانون بتنتقل لأم الأم أو الجدة. بعد التعديل أو مشروع القانون بتنتقل للأب. بس يعني المشرع بيحاول يضيق من شروط انتقال الحضانة. يعني في حالة فقد أحد شروط الحضانة للأب بتنتقل بالشكل الطبيعي لأم الأم. ويمكن هنا جه دور حملة التمرد. حملة التمرد مش بتتكلم بس على حقوق الأب أو حقوق الأم، لأن أنا عندي أطراف غير حاضنة ومظلومين نساء. أنا مش مشكلتي إن أنا عايز أجيب حق الرجالة، لأ، ومش عايز حق الستات بس، لأ، أنا عايز حق الطفل والراجل والست يهتموا بيه. أنا عندي مشكلة إن في جدة اللي هي أمي، في عمة اللي هي أختي، مش بيشوفوا ابني، وابني بيسأل عليهم. طيب أنا يشوفوه إزاي؟ وصلنا مؤخرا ان احنا حصل طعن على مادة الرؤية، لانها كانت بتقول ان الرؤية للاب بس، وفي حالة غيابه للسفر او الوفاة تتنقل للجد والجد. المحكمة الدستورية العليا الحمد لله حكمت ان الجد والجد من حقهم الرؤية حتى في وجود الاب. بقينا كده الام الحاضنة هترفع عليها قضية رؤية من الاب، وقضية رؤية من الجد، وقضية رؤية من الجدة. النهاردة في طعن بينظر امام المحكمة الدستورية، وكانت اول جلسة في شهر 9، ان العمات والاعمام واولادهم ليهم حق ان هم يرفعوا قضيه. طب احنا هنفضل في القضايا دي لحد امتى؟ طب احنا ليه الاب ما يتحكملوش ب 48 ساعه يصطحب ابنه، ياخده بيته، يعرفه باهله اللي هو هيورثهم وهو شايل اسمهم. بالمناسبه الولد اسمه على اسم ابوه. يعني هو عايش عند اسره او عند عائله كامله، هو مش يعني ما فيش ارتباط بالاسم، هو مرتبط بامه طبعا، دي امه وهي اهم شخص عنده في الدنيا، ما نقدرش نقول حاجه غير كده. لكن الناحيه الثانيه انا عايزه يعرف ابوه، عايزه يعرف جدته، عايزه يعرف اخوه لو فيه، ما هو طبيعي الاب ده بعد الانفصال هيتجوز تاني، ده امر طبيعي. ممكن الام ما تتجوزش او تتجوز عرفي علشان تحافظ على الحضانه، ودي جريمه وبتحصل كتير جدا. وممكن ما تتجوزش خالص عشان تحافظ على الحضانه، وهي كده بتظلم نفسها ومش واخده بالها.
طب احنا كده محتاجين روح القانون وليس القانون. لا احنا مش محتاجين روح القانون، احنا محتاجين نطبق الشرع. اذا تراءى، اذا تراءى للمحكمه ان مصلحه الطفل مع الاب يعني في حاله ان يعني المحكمه لم ترى ان مصلحته مش في حضانه الاب، بترجع تاني لمين؟ لام الام. لا هو انا هعترض هنا على نقطه. اتفضل. ترتيب الاب في الحضانه عشان يبقى يحتضن ابنه ممكن نوصل لرقم 16 وممكن يوصل لحاجه و30 على حسب عدد النساء اللي بتبقى. وهي المشكله فين؟ المشكله بتقول ان الحضانه للام ثم ام الام ثم ام الاب. طب خلينا نذكر الاول عشان بس مشاهدينا يمكن اللي مش ملمين بالقانون هنا، ان امتى بتتنقل الحضانه يا استاذ احمد من الام للرقم 2 اللي هو ام الام؟ في حاله فقد شرط من الشروط، حبسها مثلا، الوفاه، اي حاجه، تزوج، ما يحدث الزواج، تزوج اجنبي، اجنبي عن الطفل. طب الحاله دي، طب افرض الاب تزوج هو كمان يعني. ما هي دي المشكله، احنا مش بنتكلم ما فيش حد في الدنيا بيحافظ على الطفل وبيحميه حمايه الا الاب. الام ترعى، الام مصدر حنان، الاب مصدر حمايه وتعليم. بس خليني اقول لك نقطه. انا ام اكيد. اول 15 سنه او 12 سنه من سن الابن او البنت مين بتحتاجه اكتر؟ الطرفين، الطفل من اول سنه. ما احنا لو هنختار، احنا دلوقتي احنا دلوقتي قدام نقطه، ما احنا عندنا ان هو بيختار. هو الطفل ده نتاج مشروع زواج. احنا فشلنا، احنا فشله، اتطلقنا، كل حد راح، كل طرف راح يتجوز طرف تاني خالص. تمام جدا. النتاج بتاعنا ده بقى ذنبه ايه؟ يعني انا ارتكبت جريمه، هل يحاسب على الجريمه دي ابني؟ لا طبعا. الام ارتكبت جريمه، ابنها ما يتحاسبش. يبقى احنا عندنا هنا حل حلو جدا اللي هو الرعايه المشتركه اللي احنا عملنا الحمل عشانها. انا عايز الطفل ده يبقى متواصل مع ابوه ومع عيله ابوه ومع امه ومع عيله امه. انا هنا هراقب امه، لو هي بتضره هحاسبها، هي كمان هتبقى بتراقبني لو انا هضر ابني. يبقى هنا احنا هنعمل احنا الاثنين، انا هعلم ابني اللي المفروض ان انا اعلمه له، لو هو ذكر هعلمه امور الرجال، هفهمه، هحافظ عليه لان ده مشروعي انا، انا عايش دلوقتي عشان اولادي مش عشان حد تاني خالص. انا خلاص مستقبلي اتحددت ملامحه، تمام، عرفت وظيفتي وعرفت تعليمي وعرفت اتجاهي في الحياه ايه. طيب الطفل ده انا عايز امشيه في اتجاه افضل مني، انا مش عايزه يطلع زيي على فكره، انا عايزه يبقى احسن مني بمراحل. تمام. كذلك امه ما عنديش شك ان هي عايزه كده. طب ليه احنا الاثنين ما نشتغلش مع بعض عشان نفيد الطفل ده اكتر؟ تمام. انت ممكن بتديله استفاده وانا ممكن بفيده، بس لو احنا تعاوننا هتبقى الفايده اكتر. يبقى انا محتاج ابني ده يبات في حضني يومين. ابني لما يقول لي يا بابا انا عايز اروح العب في المكان الفلاني اوديه، مش هقول له انا مش هقدر علشان القانون، ابني مش فاهم يعني ايه قانون. مش ده كان طرح من ضمن اللي طرحوه مجلس المراه لتعديل القانون؟ المجلس القومي للمراه بيتلاعب بشعب مصر وبمستقبل شعب مصر، بيتلاعبوا ازاي؟ خلينا نتكلم كلام محدد. انا بتكلم كلام محدد وهقول وقائع. اتفضل. ليه المجلس بيتلاعب؟ دلوقتي اسمه المجلس القومي للمراه. تمام. انت ليه يا دكتوره مايا معتبره ان المراه دي هي الزوجه او هي المطلقه؟ طب ما في مراه ام وام الاب، يعني هي جده الاب، حضرتك دي محرومه من رؤيه احفادها، طب ما هي دي مراه، طب ما هي العمه مراه. طب خلينا حضرتك نتكلم، ليه مصره تاخدي طرف واحد بدون شخصية الموضوع؟ هو يعني مش موضوع ايه النقطه اللي حضرتك يعني معترض عليها؟ ان هم طرحوها وحضرتك معترض ان هم المشكله انه ما فيش طرح يا فندم. احنا بقالنا يعني القانون، دكتور محمد فؤاد اول من قدم قانون في مجلس النواب في ابريل 2017. بعد كده الدكتوره امنه نصير تقدمت بقانون رغم اعتراضي على القانونين فيهم نقاط مش عجباني، بس انا عايز الموضوع يتناقش. يعني انا دكتور محمد فؤاد هو عمل مجهود، دكتوره امنه نصير عملت مجهود، وبالمناسبه هي عضو المجلس القومي للمراه وما عنديش اي مشكله معاها غير في نقط بسيطه. انا بتكلم في نقطه، انا عايز القانون يتناقش. طب ليه القانون مش بيتناقش؟ عشان المجلس القومي للمراه كل شويه يقول ايه احنا بنعمل قانون. طب هو فين؟ احنا قدمناه للجهات المختصه. مين الجهه المختصه في مصر غير مجلس النواب؟ حضرتك بتقدميه لرئيس الحكومه، مجلس الوزراء هيناقشه ويحيله للمجلس او لا. كذلك الازهر الشريف لازم ناخد رايه دستورا، لازم يعني ناخد رايه. عايزين تبقى في مشاركه ان انتوا تطلعوا على النقط اللي هم طرحوها للتعديل يا فندم. ما عندكش علم بيها؟ عندي علم بالنقط. احنا كل القصه بتتكلم في الرعايه المشتركه. تمام. يعني احنا بنتكلم عايزين نحد شويه من الطلاق. احنا عندنا 40% حالات طلاق سنويا والنسبه بتزيد. النسبه دي كانت قبل قانون رقم 1 لسنه 2000 كانت 7%. طبعا كان رقم عادي جدا في اي مجتمع، انما ان انا نقفز القفزات دي
واوصل للارقام المريبه دي في الطلاق، طب انا كده ما ببنيش مجتمع، انا بهدم مجتمع. تفتكر يا استاذ احمد بعد اذنك يا باشمهندس ناجي، المشكله هنا هل نسبه الطلاق زادت علشان القانون ولا هو؟ لا طبعا اجتماعيا في حاجه غلط، احنا بقى في حاجه غلط في ثقافتنا، في حاجه غلط في تعاملنا مع بعض اجتماعي. لا يعني انا اقدر ادلل انه بسبب القانون. ليه بقى؟ والنسبه 60% دي من حديث الزواج مش الازواج. هو عامه الطلاق بيحصل تقريباً من اول يوم لحد 3 سنين، دي اكبر نسب طلاق. لا والسنه الاولى اكبر واكبر، يعني انا ممكن اقول لك ان نص الحالات الطلاق بتحصل في السنه الاولى من الزواج. بقى لان طبعا طباع مختلفه وحياه جديده. اقول لحضرتك ليه بتحصل. انا النهارده ممكن يكون شاب مرتبه 2000 جنيه فاتح بيت وربنا رزقه بطفل. ال 2000 جنيه دول بيتقسموا على ثلاثه. الام هنا لقيت نفسها ان هي مش عارفه تنزل تشتغل، ممكن زوجها يبقى رافض وده حقه، مش عارفه تنزل تشتغل، محتاجه طلبات او عندها طموح تاني. بتعمل ايه؟ تقول لا انا هتطلق ومعايا ابني، القانون بيضمن لي حضانه ابديه، يبقى انا ايه اللي يخليني اقعد واشارك في البيت ده اللي انا شايفه انه مستقبله مش هيبقى زي طموحي؟ هو ليه مستقبل اكيد، بس هي عندها طموح اكبر وهي دي المشكله. تعمل ايه؟ طب انا هتطلق. بتتطلق بتاخد نفقات قد تتجاوز دخل الزوج. رايك ايه؟ ودي مشكله ملهاش حل. اصل انا هقول رايي بس بعد استاذ احمد. رايك ايه؟ هل فعلا ان القانون سند المراه اكثر فبقت اقوى فبقت هي اللي عامل الاول قبل التعديل تطلب طلاق؟ معقوله كان قانون غير سوي؟ حضرتك بتقولي على قانون لا ما بعد التعديل، احنا عايزين نوصل لاخر احنا لسه ما فيش تعديلات، احنا لسه كلها مشاريع قوانين. هل لسه هو ده خلى موقف المراه ظلم اقوى؟ انا كان في ظلم الاب طبعا كتير. دلوقتي بعد التعديل لا طبعا في مساواه، هو لسه في نوع من المساواه. عايز اوضح للاستاذ احمد ان لسه القوانين المطروحه واللي احنا بنطالب بيها لسه ما اتناقشتش، فاحنا لسه شغالين بالقانون بتاع سنه 2000 اللي هو كارثه، اللي انا مش عارف هو خرج ازاي من مجلس النواب. بالمناسبه هو خارج. طب خلينا نرجع للاصل، يعني ان الاب كده كده لازم يتكفل بمصروفات اولاده في حدود يسار، سواء في قانون للنفقه لحضرتك او تمام. فهنا يعني ده موجود اخلاقي وشرعي بس تمام شرعا، بس لكن فين القانون اللي عمله زياده؟ هو قانون يتناسب مع يساره. طب نفترض ان الراجل ده مرتبه 1000 جنيه ينفع الام الحاضنه قد ايه بنسبه؟ قد ايه يا استاذ احمد بالنسبه؟ يعني لو المرتب فعلا 1000 جنيه زي ما استاذ ناجي بيقول، نفقه صغير ولايه تعليميه بيبقى نسبه قد ايه من المرتب مثلا او من يعني الدخل؟ ممكن هيبقى ازيد من التلت شويه. طيب اللي انا اعرفه ان في معظم الاباء بيقدم تلاعب كنوع من انواع عقاب للام، ان هو يرفع ورق وممكن يكون مزور ان انا دخلي محدود وما عنديش دخل تاني، هو ممكن يكون عنده املاك وعنده دخل اخر ومش فارق معاه ولاده. معلش دي حالات تانية اسمح لي اطرحها موجوده، بس انا هرد برضو على مش فارق معاه. هو فارق معاه ان هو الزوجه اللي قررت ان هي مش قادره تكمل معاه لسبب او اخر كنوع من انواع العقاب والضغط عليها، انا مش هصرف عليهم وانت هتلجئي للقانون عشان اصرف عليهم. طيب انا هعرف ازاي اتلاعب ويجيب محاوي اثنين وثلاثه يثبت ان هو ما عندوش دخل او ان هو دخله ده وان هو عنده امراض وان الاملاك دي مش باسمه وممكن يسندها لاي حد من اهله زي الام مثلا وبتساعده على كده كنوع من انواع العقاب، وبيبقى الطفل اخر ما يشغل باله لان يقول لك هي امه مش هتسيبه، ما هي بتشتغل ممكن تصرف عليه مش هتسيبه، بس انا المهم اسمح لي اربيها. لا انا هنا هتكلم في نقطه، الزوج لا يملك ان هو يقدم اوراق بتثبت دخله الا بعد لما زوجه، لو هو موظف زوجه بتاخد فيها خطاب تحري لجهه عمله وبتاخد مرتبه، لان دايما جهه العمل حتى لو قطاع خاص ما بتقدرش تديك خطاب مزور بغير الحقيقه، بتدي لك المرتب اللي هو بياخده بالظبط حتى لو هو بيعمل في مهنه حره. اللي بتعمل عنه التحريات المباحث، تحريات المباحث دي مشكله. ليه بقى؟ انا عندي صديق وتعرفت عليه في الحمله، فوجئت ان جايله عريضه دعوه مرفوع عليه قضيه نفقه ومكتوب فيها انه بيتاجر في الكلاب وبيربح 50,000 جنيه شهريا. طبعا الرقم يخض، يعني حضرتك طلعتي على صحف الدعاوى في قضايا النفقه بالذات هتلاقي ان شعب مصر كله مليونيرات. ما عندناش فقراء، رغم ان الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء بيقول ان في 33% تحت خط الفقر. طب انا هصدق عريض الدعوه كاتبها محامي عايز ياخد اكبر رقم لموكلته نكايه في الزوج، ولا هصدق الاحصائيه الرسميه؟ خلينا نعترف ان كل قانون يا استاذ ناجي، يا باشمهندس ناجي واستاذ احمد اكيد حضرتك ادرى مني، ليه ثغرات
وده دور المحامين، يمكن مش كله، اكيد في جزء منهم بيحاول يتلاعب بثغرات القانون لصالح موكله. اكبر قدر من اللي طيب يا فندم، ولكن مش هي القاعده. القانون مش بس فيه ثغرات، احنا عندنا قانون سيء السمعه اسمه قانون رقم 1 لسنه 2000. حتى يا فندم انا اعرف قضاه بيشتكوا من القانون ده، بيقول لي انا بيترفع قدامي قضيه الخلع بالمناسبه، يعني دي من القضايا برضو الغريبه، تنظر على درجه واحده وده استثناء من الاصل العام، اي قضيه في الدنيا بيتم نظرها على درجتين على الاقل. جه القانون ده لغى ان انا الجا لمحكمه النقض في حاله تطبيق القانون بشكل خاطئ. طب دي ماشي مش مشكله عشان ما نطولش امد التقاضي، لكن ليه قضيه الخلع تترفع وتبقى، حتى نفترض القاضي ده بشر ممكن يغلط، ممكن ورقه ما يشوفهاش، ممكن دفع ما يقراهوش ما ياخدش باله منه لانه بشر. طيب حكم غلط الجا لمين؟ خلاص كده اتخلعت. انا عندي ناس بشوفها، واحده ست القضيه اتحكم ايه يعني رفع كل واتحجزت للحكم، جايه تجري الحقوني احنا عايزين، انا خلاص هرجع لجوزي، نوقف الحكم ده ازاي؟ استاذنك مش هقطع كلامك، بس معانا اتصال. استاذه هدى اتفضلي. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هدى معانا، استاذه هدى من القاهره، اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. انا رافع خلع دلوقتي، بس هو عاوز يشوف عياله وهو ما بيصرفش عليه مقدور، ومعيش مقدور ان انا اقوم محامي. معلش استاذنك، ممكن ترفعي صوتك شويه؟ انا مش سامعاكي كويس. هو احنا وصلنا لحضرتك رافع خلع وهو عايز يشوف الاولاد؟ تمام. هو ما بيصرفش عليه مقدور، حضرتك لازم ترفع دعوة نفقة، ده شيء طبيعي. رفعتي نفقة؟ لا، قبل ما تفكر في الخلع اصلا. رفعت. واتحكم فيها ولا لسه وبقى لها قد ايه؟ لا لسه الاجراءات لسه، ما يوم 30/10 الجلسة الأولانية. استفسار حضرتك بخصوص ايه؟ استفسار يعني انا عاوزة محامي، لو ينفع ان انت تقومولي محامي عشان مقدرتي صعبة جدا، الحياة صعبة يعني معايا. ربنا يعيني. طيب تدينا فرصه انا اتدخل للحل الاول قبل ما نروح يعني حضرتك رفعتي القضايا، ممكن حضرتك تسيبي رقم في الكنترول؟ اكتبي لنا بس الرقم، يمكن نتواصل ونحافظ على اولادكم من الضياع. يعني اسيبي لنا الرقم في الكنترول يا استاذه هدى، واحاول الاقي حل ان شاء الله. واضح ان هي ما عندهاش درايه قانونيه. متشكره جدا استاذه هدى، متشكره جدا، خليكي معانا تابعينا. اتفضل. واضح ان هي عندها مشكله، هي بتقول هو عايز يشوف اولاده بس هو ما بيصرفش عليهم. طب ايه علاقه ده بده؟ نفترض ان انا معيش فلوس، انا راجل فقير وخلاص مش لاقي اكل. طب كان بيصرف عليهم ازاي قبل والله يا فندم انا هقول لحضرتك ان الاب لو عنده رغيف بس في البيت هيقسمه ياكله لمراته ولاولاده وهو مش هياكل. في حاله عدم وجودهم نفترض ان الراجل ده اصابه بقى احباط وياس، واذا كان مثلا بينزل يشتغل ب 10 جنيه في اليوم ما بقاش بينزل من الاكتئاب ومن القضايا ومن ولاده اللي مش عارف يشوفهم. ما انا بشتغل عشان اكل ولادي. طب انا ولادي مش موجودين، مش عارف اوصل لهم، اشتغل عشان مين؟ انا مش عايز اعيش اصلا. خلاص بقى حضرتك بتتكلم على فئه معينه. انا بتكلم على اي والله يعني او بتنظر من نظره الرجل. انا احترم ده لان حضرتك رجل، ولكن يعني الرجل اكثر قسوه. انا هثبت لحضرتك الكلام. وفي ناس كتير يعني في رجال كتير يعني بيستخدموا نقطه النفقه او الرؤيه كنوع من انواع الضغط والعقاب، وموجوده ودي نسبه. صح يا استاذ اذا أحمد؟ كانت النسبه دي موجوده انا هقول لك موجوده. في زوجات بتمتنع عن رؤيه. طب خلينا هنا نتطرق لتاني نقطه انا حابه احط سبوت عليها شويه. اللي هي الرؤيه. خلينا نعرف الاصل ان دلوقتي لو الحضانه زي ما احنا قلنا في النقطه الاولى ما كانش فيه عداله انتقلت يعني دلوقتي من الام. دلوقتي يا فندم لما يبقى 3 ساعات كل اسبوع في ال 15 سنه فتره الحضانه يعني حوالي 90 يوم، 90 يوم بيشوف ابنه. فدي عادله؟ اكيد يعني مش هيعرف يقوم سلوكه ولا يراقب سلوكه، يعني ما فيش تربيه تقريبا، هيبقى من طرف واحد. جه هنا اللي هو الالتماس ان هو يبقى فيه استضافه. تعديل الماده اول حاجه الاستضافه. تاني حاجه في الاجازات برضو اللي هي اجازه نص السنه. طيب معانا بعد اذن حضرتك استاذ احمد. اتفضلي. معانا استاذه ساميه يوسف من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضلي. بس كنت عايز استفسر معلش. انا وانا من دول الاحتياجات الخاصه
معلش الصوت دور. الصوت مش واضح بس ممكن الصوت اعلى شويه، اتفضلي. انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. وليا جاره كانت تزوجت وطلقت. طبعا هي ست الاهله، فقدام المأذون قالت له، بيقولوا لها انت برياء؟ قالت له اه انا برياء. طبعا هي ما تعرفش معنى كلمه برياء، فخسرت طبعا كل حاجه بالنسبه للعفش وحاجاتك كلها. المهم انا فضلت جنبها لحد ما عملنا قضيه، وجبت لها النفقه وجبت لها الحضانه بتاعتها، نفقه الحضانه ونفقه البنت. ودلوقتي حاليا على اخر الشهر ده الحكم اللي هو بتاع السكن ان شاء الله. ان شاء الله. فدلوقتي المشكله اللي قدامنا ان هي كذا مره، طبعا انا كنت متحرك فمش قادر اساعدها الا بالقدر اللي انا بقدر عليه، زي ما بسال حضرتك دي تعتبر مساعده يعني. انا بسالكم اهل انا محاميه بس مش قادره تساعديها بالشكل الكافي. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي، يا ريت في زيك كتير يعني. رغم ظروفك ان انت تعاطفتي معاها ومع حال اولادها، وان هي هنا جهلها بالقانون خلاها تفقد حق من حقوقها، اشكرك جدا. ويا ريت تسيبي رقمك في الكنترول واحنا هنحاول نتواصل معاها ونحاول نكمل لها الاجراءات المطلوبه باذن الله. متشكره حضرتك جدا يا استاذه ساميه، متشكره جدا لحضرتك. نرجع لنقطة هنا مهمة جدا يا أستاذ أحمد، وده الهدف من حلقتنا النهاردة، اللي هو إن إحنا لازم نعرف حقوقنا. يعني إن هي قالوا لها تبريه، فقالت أبريه وهي مش فاهمة يعني إيه كلمة إبراء. فنرجع هنا لكلمة إبراء، خلينا نوضحها لمشاهدينا. يمكن طبيعي لازم القاضي يعني يتيقن من قصدها. هو هنا مش القاضي، هي هنا قدام مأذون. إبراء، فكتبت إبراء في عقد الطلاق ورمى اليمين وخد خلاص، هي كده اتنازلت. هو خلينا نعرف الناس كلمة الإبراء هي اتنازلت عني، بتنازل عن كل حقوقها. من عدا اللي هي يعني النفقة الزوجية، نفقة المتعة، عدا نفقات الأطفال. هل يحق إن في أم الزوج يتلاعب بان هي تنازلت عن حقوق نفقه اولادها بما انها تنازلت عن نفقتها؟ بتبقى لا بتبقى نفقه اتفاقيه، عقد بينهم وبين بعض. عقد بينهم يعني ممكن ام تتنازل عن نفقه اطفالها؟ لا مش تتنازل، عقد بينهم وبين بعض. العقد ده لازم يكون موثق؟ طبعا. انا هقول لحضرتك حاجه، الام ان لم يتوثق هو غير معترف بيه؟ لا غير معترف بيه طبعا. طيب هي مش حقها. الام لا تملك ان تتنازل عن نفقه الصغير او حتى عن حضانته يعني. وان الاب يقدم ورقه ان هو الام تنازلت، ورقه من نوع من انواع التلاعب، وفي قضيه قدامي. لا يجوز الاتفاق على اي شيء يخالف القانون. تمام. معانا اتصال ناس الموضوع شائك. استاذه حنان احمد من القاهره منورانا، اتفضلي. الو. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. والله انا البرنامج شدني بحيث ان انا برضو عند حضرتك مشكله برضو في نفس الموضوع اللي انت حضرتك بتتكلمي فيه ده. اتفضلي حبيبتي. تمام. انا معاكي. انا مطلقه من سنتين. تمام. باباهم سايب لي ثلاث اطفال انا بصرف عليهم. حلو. جيت ارفع موضوع النفقه ده لقيته محبوس. لا ما ينفعش ان انت تاخدي النفقه. تمام. عشان محبوس طبعا، كان ليه نص راتب اساسي كنت بصرفه. اول ما عرف ان انا اتجوزت راح جه قاطع النص مرتب ده مديه لمراته. تمام. حضرتك دي مشاكل في المجتمع كتير جدا جدا جدا، واحنا تعبنا، احنا تعبنا. وبعدين بتتكلموا في ان حته ان المراه لها حق، فين بقى حق المراه ده؟ طب انا هقول لحضرتك تاخدي حقك ازاي وتاخدي النفقه ازاي. بس خلينا يعني نعرف الاول لو عندك اي استفسار تاني يا حنان. عندك اي استفسار تاني؟ ايوه عندي حضرتك كلام كتير بس ما ينفعش اتكلم على التلفزيون كده. لو في نقط معينه ينفع تقوليها على التلفزيون اتفضلي، وهنحاول نلاقي لها حل. واي تاني بوينت ممكن تسيبيها في الكنترول وهتم مناقشتها في حلقات اخرى ان شاء الله. ظروفي بس ما ينفعش تتقال على الهواء. طب سيبي رقم حضرتك في الكنترول وهنتواصل معاكي، وتابعينا هنرد على النقط اللي حضرتك سالتينا فيها. خلينا نعرف هو الاول قانونا وبعدين راي المجتمع. استاذ احمد، قانونا ليه هنا هي فقدت النفقه لاولادها؟ هو اتحبس وخدت، كانت بتاخد نص المرتب فعليا او نص دخله، اول ما اتجوزت سقط النص ده وتحول. هو عايز ياخد يضم الحضانه. يضم الحضانه ليه؟ فين ضم الحضانه؟ هو محبوس، هو مسجون. هو عايز هو مسجون. فهو طبيعي مفيش مصدر دخل دلوقتي. بس ليها حل. ايه الحل؟ الحل ايه؟ الحل بنك الناصر الاجتماعي. حضرتك هتاخدي حكم عليه نفقه للاولاد حتى لو كانت صغيره. هو البنك للاسف شايل موضوع كبير قوي، وفي تعديلات بتتم في القوانين بتظلم الاباء اكتر علشان تجيب حقوق البنك.
وفي النهايه احنا مش هنوصل لحل. هي هتروح البنك تسلم حكم النفقه اللي معاها، هيتصرف لها مبلغ من مبلغ النفقه كنفقه، هم بيصرفوا حد اقصى 500 يعني دينة. معلش نوضحها اكتر النقطه دي يا استاذ احمد. كنفقه وقتيه. يعني ايه الى حين، يعني ايه نفقه وقتيه؟ اللي هو الحين اللي هو الحكم اللي عليه يخلص. لا هو بيفضل يدفع يا فندم، وفي الاخر هيحاسب الاب. هو مش بيدفع وخلاص، ده هو هيحاسب الاب ده بعد ما يخرج من السجن. هيرفع البنك هيرفع عليه جنحه وهيتسجن تاني. ليه؟ لان الراجل خارج من السجن. طب انت شايف اكيد مفيش شغل يعني. طب انت شايف الحل ايه؟ متجمد. انا شايف الحل ايه؟ شايف الحل ان راجل مسجون زي ده الدوله بتقوم بدورها قدر امكانها، ده شيء طبيعي. لكن احنا النهارده في ماده بتتعدل، الماده 293 بتقول ان الاب اللي مش هيدفع النفقات رغم قدرته على الدفع ده هيتحرم، هيتحبس الاول سنه وهيدفع غرامه، وكمان هيتحرم من الخدمات الحكوميه. يعني لو عندي عداد كهرباء هيتفصل عني الكهرباء، عندي عداد ميه هيتفصل. طبعا الماده دي بالذات عليها اعتراضات، وانا بسال المستشار بهاء الدين ابو شقه ليه الماده دي رغم انها متعلقه بالاحوال الشخصيه اتناقشت وتم اقرارها وهيتم مناقشتها النهارده والتصويت عليها في الجلسه العامه، وباقي القانون اللي هو فيه الحل للمشاكل بتاعه الاسر ليه محطوط في الدرج ومقفول عليه، وحضرتك مصر انه مش هيتناقش علشان الازهر ما بعتش رايه، والازهر بيقول انه عمل قانون واحنا تايهين. فانا بقول قانون تايه يا ولاد الحلال. القوانين اللي راحت من لجنه الاقتراحات للجنه التشريعيه في مجلس النواب ايه مصيرها؟ احنا مش عارفين. يعني بنناقش جزء عشان نحبس الاباء لكن مش بنجيب لهم ولاد. ليك تعليق يا استاذ احمد؟ ليك تعليق يا استاذ احمد؟ لا يا فندم والله، بس هي الفكره ان لازم يكون في جهه تكون يعني هي اللي متكفله بال هي في حاله تعصب الزوج. ان شاء الله. معانا تليفون من المنصوره، استاذ محمد. معاك من المنصوره يا ابله. اهلا بحضرتك، اتفضل. انا عندي مشكلتين يا ابله. اول مشكله، بس المشكله دي قديمه من 2014، من شرطه اهمل واخر محضر وزور وتحبس ظلم وحقر ظلم واهمال في ابراج رسميه، يعني عمل الشرطه اخر المحضر وبوظ المحضر وكتب الخطة على خلاف الحقيقه. بس خلينا استاذ محمد اسمح لي بس الاول، التفاصيل ايه بتاعه القضيه؟ يعني ايه اللي حصل الاول خلاهم يعملوا المحضر ده؟ التفاصيل ايه؟ يعني ايه المحضر ده، نصه ايه او بخصوص ايه؟ المحضر ايه؟ قالك بينه وبين واحد مشكله. وكان ليا واحد مثلا صاحبي بثق فيه، وعارف ان اللي بينه وبين واحد دي مشكله من شهر 12/2013. فالمهم يوم 2/4/2014 بعد وفاه والدي 29/3/2014، الراجل اللي بيروح المشكله دي بقى اما والدي توفي قابلني مسك فيها خبطنا بالمطوه والكلام ده. والله ما طلع عني ولا متعلقه بقضايا الاسره. طب ممكن حضرتك تسيب رقمك في الكنترول وهنحاول نتواصل معاك، ولو في حاجه في ايدينا نعملها هنساعدك ان شاء الله في حل باذن الله. خلينا نرجع تاني. في حاله عدم التزام الام او الحاضن، سواء الام او الاب بقى في الحاله دي، بالبند بتاع الرؤيه اللي هو الساعات المحدده، تسقط عنها الرؤيه، تنتقل للدرجه الثانيه. ما وانا هنا هعترض، لان ما فيش في القانون اي ماده حتى ولو من بعيد يعني تحاسب الام اللي ما بتنفذش الرؤيه. يعني هي بتنفذ بمزاجها، مره تقول لك الولد عيان، مره تقول لك انا عيانه، مره تقول لك كان عندنا ظروف. ايوه بس في حاله دي يا استاذ احمد تعدي غير سويه، تعدي غير سويه. القاضي بيعمل لا إيه؟ اول مره بيحذرها، بروح ارفع قضيه. بيتاخد لها وقت مثلا، بيرفع لها على ما اوصل للقاضي. لا الاول خالص يا فندم، القانون بيقول انه بيحذرها ان هي ما تكررش ده. طب هقعد احذرها مره واثنين وثلاثه، بعد كده هينقل الحضانه لمين؟ لامها. رقم 2 يعني ابني خرج من اوضه امه، دخل الباب، وده الالتماس اللي هم مقدمينه، ان يبقى الاب هو رقم 2. طب ما هي والده. ارجع بقى، انا هنا في مشكله عندي، الحضانه اتنقلت بشكل مؤقت، ما هو الشكل النهائي كمان، يعني القاضي بينقل الحضانه في اول مره بشكل مؤقت طبقا للقانون، بيروح لام الام. انا هنا بقى اجي انفذ الرؤيه، كانت ينطبق على شروط الحضانه، عايز ارفع قضيه رؤيه على ام الام، على مكسبها تكون الحضانه رجعت تاني للام. انا مش عارف اشوف الوقت. معانا استاذ عواطف. الحلقه مضايقه الستات على فكره. استاذ عواطف اتفضلي. الو، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ لا دلوقتي اتفضلي، بس ارجوكي الصوت عليه شويه، معلش انا اسفه. ايوه حضرتك، اتفضل. انا متابعه. استاذ عواطف الخط قطع.
وبعدين احنا مش عايزين نضايق ستك. حاولي الاتصال بيكي حاولي الاتصال بينا مره اخرى. لا هو دايما كل قاعده يعني مفيش قاعده عامه، دايما في زي ما في رجاله طالب ان هي رؤيه، في رجاله اصلا ما بتطلبش تشوف ولادها والمهم ان هي ترتاح وفتحت صفحه جديده ونسيت ده. في كمان امهات شايله على عاتقها تربيه ولادها ونفقتهم لان الاب غير متفرغ. معانا استاذه ميرفت من البحيره، تليفون رجع تقريبا بس حد تاني. السلام عليكم. اتفضلي. الو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. انا كان عندي مشكله ومحتاجه لمحامي. اتفضلي. تخص موضوع الحق؟ اتفضلي. انا اشتغلت في التربيه والتعليم 16 سنه. تمام. 16 سنه دول متواصلين، مفيش انقطاع. يا فندم. زمايلي كلهم تعيينوا. دخلت للوزير، دخلت للمحافظ، طبعا حقي راح. حتى الطلبه بتوعي اتعينوا. وانا معايا كل اوراقي واختام حيه وكل تراخيص اللي اشتغلت بيها طول السنين دي كلها والتراخيص الماليه. بعد الحلقه حاضر هنكلم حضرتك، هنتواصل معاكي، ممكن تسيبي رقمك في الكنترول وحاضر هنحاول نلاقي حل ان شاء الله. موجود استاذ احمد بقى بيطرح كل المشاكل القانونيه، بس احنا عايزين نتكلم في اهم مشكله موجوده في مصر وهي قانون الاسره. احنا حلقتنا النهارده عايزين نركز عليها عن قانون الاسره، وكان لازم ان احنا نحط بوينت عليها، لكن الناس ما نقدرش رغبه مشاهدينا ان احنا امر طبيعي طبعا لوجود استاذ احمد. طبعا عشان استاذ احمد منورنا. الفقره شيقه جدا، لسه ليها جزء تاني هنتناقش فيه بعد الفاصل، ومعانا ضيف هيكملنا ودكتورة صفيناز المغازي دكتور نفسي في وزارة الصحة. هنتكلم بتفاصيل أكتر، وهنتكلم كمان مش بس عن القانون، عن الأثر النفسي على الطفل اللي هو هدفنا الأساسي من حلقة النهاردة. أرقام أستاذ أحمد كانت معانا على الشاشة بالنسبة للناس اللي عندها أي استفسار، أستاذ أحمد هيتواصل معاهم بعد الحلقة. بالنسبة للناس اللي بتطلب رقم محامي، أستاذ أحمد معانا بيرحب باي استفسار او اي استشاره. هو يعني شاكرا هتتواصل مع الناس. شرفني طبعا، متشكرين جدا لحضرتك. انتظرونا بعد الفاصل، ودكتوره معانا دكتوره صفيناز، ومعانا ضيوفنا لسه منورنا. رجعنا لكم تاني، وهنكمل كلامنا بخصوص قانون الأحوال الشخصية وبالذات قانون الرؤية والحضانة فيما يخص الطفل والأسرة. ومنورنا انضم لينا دلوقتي دكتورة صفيناز المغازي دكتور النفسي والمواصل في وزارة الصحة. أهلا بحضرتك. أهلا بك حبيبتي. كنا محتاجين بعد ما اتكلمنا الفقرة الأولى مع أستاذ أحمد وعرفنا القانون وثغراته وأستاذ ناجي نفس الشيء، نعرف المردود النفسي وما ترتب على الانفصال والولاد وإيه اللي حصل فيه، نعالج ده إزاي ما بعد الانفصال. أولا أنا مشتركة معاهم من فترة كناحية نفسية بالنسبة للأطفال. طبعا إحنا مش هنقدر نقول إن إحنا مهتمين قوي بالجانب النفسي بالنسبة للطفل في القانون، بس يعني بعد الإيفنتات الكتيرة اللي إحنا عملناها ابتدى القانون الجديد يحط جزء كبير للطفل جوه القانون. كان الموضوع كله زي ما احنا كلنا شايفين ما بين راجل وست، والطفل ده محدش واخد باله منه بقى بيحصل فيه ايه، نتائج الطلاق ونتائج الحاجات اللي بتحصل دي عليه ومردودها ايه. المشكله انه احنا كتبنا مقالات كتير جدا في كل النواحي، وكان الناحية العملية هي نتيجة اللي احنا كتبناه. يعني بيجي لنا حالات عندها مشاكل، وطبعا المشكلة الأساسية هو هذا الطفل، فكتبنا كتير. يعني احنا بنطالب طبعا كمان انه اللي احنا كتبناه ده يتحط في مع كتابة هذا القانون، عشان هيدي سكة جميلة جدا ازاي ناخد بالنا من الطفل اللي موضوع الرؤية وموضوع الوقت وموضوع المكان، والمكان قبيح جدا يعني لأي نفسية لأي بني آدم، حتى للأب والأم طبعا.
لكن هي المشكله كلها احنا عايزين ايه بالقانون بالنسبه للطفل، لانه كلنا شايفين الوقت نتاج الموضوع، انا مش بهول منه، ولكن هو ده اللي احنا بنشوفه، نتاج القانون ده بالنسبه للاطفال اللي احنا شايفينه في المجتمع الوقتي، قنابل موقوته في كل مكان. يمكن هنا في نقطه حضرتك اثرتيها في مقال من مقالاتك، ان الطفل اللي هو طفل الشقاق هو اكثر عرضه للتنمر ما بين اصدقائه، لانه دايما بيحس ان في حاجه ناقصاه فبيبقى ضعيف. فنعالج ده ازاي؟ هو عنده الحتتين، عنده المكانين، ان هو يتنمر ويتنمر بيه، بمعنى انه فقد هويته، تقديره لذاته ضعيف، عايش في بيئه كلها صعبه جدا انه يقدر يتعايش ويحس بالامان، لانه الطفل اللي بيتنمر ده هو طفل فقد الثقه في ذاته والامان. بجانب انه الام والاب في المرحله دي بغض النظر عن هما واعيين ولا لا، ولكن كل واحد بيطرح المشكله على هذا الطفل شئنا ام ابينا. يعني هو احنا المشكله ايه؟ لو ما عندناش الطفل ده كان هيبقى فيه المشاكل دي؟ هتبقى مشاكل العفش والفلوس والكلام اللي هو ايه مش مهم، لكن مين دلوقتي الحجر اللي بيني وبينه؟ هو هذا الطفل. معظم الولاد اللي بيجولي في العياده معظمهم حتى لو هم شايفين ان عندهم مشاكل، لكن بيفضلوا عدم الطلاق، لانه العمليه كلها لو احنا اتكلمنا سيكولوجيا، الطفل والطفله في المرحله الاولى من العمر بيبقى محتاج الام في مرحله، ثم محتاج الاب في مرحله ثانيه. المرحلتين متكاملتين لخلق شخصيه نفسيه سليمه. انا ما اعرفش طبعا احنا بنقعد نخبط في بعض التخبيطات الجامده دي واحنا مش مدركين ايه هو الجواز، وعشان كده احنا طلعنا بالمبادره يا جماعه بعد رخصه جواز، بعد اذنكم تعالوا نشوف إيه. يعني من ضمن الحاجات اللي في المجتمع برضو اللي بتضايق الواحد انه يقول لك انت هتعرفيني اتجوز ازاي؟ يا جماعه مش كده، هم محتاجين يعرفوا يعني ايه المضمون اللي حضرتك رايح اللي هو الاستمراريه وازاي إيه؟ يعني احنا عندنا في العياده نماذج رائعة من الشباب، وطبعا بعد المشاكل اللي بتحصل ابتدى الشباب يعي، فلما البنت تحب وتبقى قلقانة تيجي دكتور أنا بحب وعايزة اتجوزه أو نتخطب، بس أنا قلقانة في حاجات قلقاني، نبتدي نحلل الحاجات دي ويبتدي هو يجي، ولو يعني في نوعيات ما بيتخطبوش، هو وهي بيقولوا احنا لا نصلح لبعض، ودي احلى حاجه بتحصل مع استمراريتي في 3 4 سنين، ان انا بوعي الشباب لا تعالوا نشوف هل الشخص ده يعيش معايا ويستمر معايا ولا لا، يصلح يكون اب وهي تصلح تكون ام او لا. بالظبط، دول المرحله الاولى في البرنامج. المرحله الثانيه الخطوبه ومشاكل هذه الخطوبه بقى، حاجات كتيره جدا بتحصل، طبعا بيبقى عندنا اسسمنت او اختبارات بنشوف بيها هل ده يصلح لده ولا لا، بجانب لو حصل عملية يعني توافق بينهم هو وبعض هنقول لهم انتوا تصلحوا ولا لا، بس برضو احنا ملناش الحق نقول له هتتجوزها ولا ما تتجوزهاش. انت بتقولي له رأيك من العلمي. معانا تليفون بعد اذنك يا دكتور. اتفضل. ام رامي من كفر الشيخ، اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو فضل. سمحت انا كنت عايز اسال بس المحامي استفسار، عايز اتاكد من استاذ احمد. اتفضلي، هو سامعك. ايوه يا استاذ، انا كنت اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا احنا ثلاثه اخوات، طبعا متورثين، الام ميته والاب ميت، فاحنا متورثين في بيت، فانا اخواتي خلاص قالوا ان انت ليكي مثلا 9000، وبعد كده قعدت 5. بصي بس استاذه بصي يا استاذه مرامي، ممكن تسيبي رقمك في الكنترول لان الموضوع خارج موضوع الحلقه، بس احنا هنتواصل معاكي وسياده المستشار هيتواصل معاكي بعد الحلقه ان شاء الله، واي مساعده مش هنتاخر اكيد. اتفضلي، خلينا نرجع لنقطتنا تاني. يعني الجواز ما بنقولش لا لحد، بس بنعرض الموقف بشكل علمي تماما، بيتخللوا 15 جلسه نقدر نحكم على الموقف. تمام. المشاكل بقى اللي بتحصل دلوقتي ما بين العلم وما بين التراديشنال او الطقوس المجتمعيه، ناس كتير جدا بعد ما بيكونوا بيتهم قبل ما بتلبس فستان الفرح بيكون الموضوع متفشكل، ودي كوارث انا ببقى
مش عارفة الأهل وصلوا لهذه المرحلة إزاي. إن إحنا خلاص هجيب الفستان وهعمل فرح فيحصل الفركشة الكبيرة. ودي معناها إن لو إحنا قعدنا مع الناس دول وشفناهم وشفنا إيه الحكاية ده من ناحية الأسرة. وطبعا في البرنامج بتاعنا في جزء كبير جدا للأسرة، هل لهم دور في اللي بيوصل ليه في عملية الطلاق؟ طبعا في حاجات كتير قوي بتوصل للموضوع. أستاذ ناجي أكيد ليك رأي. أنا متفق طبعا مع النقطة دي بالذات، لأني أنا شفت في مصر 70% من البنات اللي بتتجوز أنا عايز ألبس فستان أبيض وأعمل فرحة، مش مهم إيه اللي هيحصل بعد كده، مش مهم يبقى في طفل بقى وأنا هنفصل أو لا، أنا مش فارق معاها أو مش فارق. لا هي مش عارفة أصلا، محتاجين كثيرا من الثقافة. المشكلة كمان بقى إن أصبحت المشاكل الجوهرية اللي هي في شخصية البشر اللي هيعيشوا مع بعض تعدي عليها لون الفستان ولون الكرافات. يعني ممكن نعمل مشكلة على الموضوع ده، ولكن أنت تناسبني ولا لا؟ معانا تليفون تاني. أستاذة نجلاء من الشرقية اتفضلي. أيوة، أنا جوزي اتجوز عليا واتجوز على حاجتي ورمى عيالي في الشارع، وأنا دلوقتي أنا مدرسة وأنا اللي بربيهم في مكان قديم، وبننام إحنا أنا وولادي الاتنين على السرير صغير ما يكملش متر، وأنا اللي بتعب وأنا اللي بكافح وأنا بعمل، وأخذ مني عزالي 250 ألف جنيه وسرق عيني. رفعتي أي قضية أو أي حاجة في استفسار؟ لا، أنا رافعة قضية نافقة والحمد لله كسبتها. هو مهندس مدني وأنا مدرسة. رفعتي تمكين طبعا. سيادة المستشار بيسألك أنت رفعتي تمكين؟ إيه؟ رفعتي تمكين؟ تمكين إيه؟ تمكين من الشقة؟ رفعت التمكين، هم قالوا لي رفعت التمكين لشهادة الزوجية، المحامي اللي هو المستشار هو بتاع رفضها، بقول للمحامي بتاعي ارفعها تاني بسبب. قال لي اصبري ما تتطلقي. انا طبعا مش عايزه اتطلق، انا عايزه اقعد اربي عيالي ماشي، وهو مهندس مدني. طيب. عنده بدل البيت بيتين واتجوز على حاجتي وعلى شقتي وكل حاجه، عنده بدل البيت بيتين. لا يا فندم، من حقك ترفعي سكنه طبعا من غير ما ترفع طلاق، هي مش عايزه تتطلق. دي حاجه ودي حاجه ثانيه. بدون طلاق يا فندم، حتى لو معاش اطفال من حقها تتمكن من مسكن الزوجيه بالمشاركه مع زوجها. طيب أستاذة خليكي معانا، أستاذ أحمد هيرد عليكي من ناحية القانونية. أستاذ أحمد يا فندم، المفروض كانت ترفع تمكين من الشقة. تمكين هي تمكين هنا ربطت بين التمكين وبين الطلاق، هي مش عايزة تتطلق. سيبي رقمك أستاذ أحمد هيتواصل معاكي. يعني ده يعني تمام. مش شرط إن هي علشان يعني تتمكن. بالنسبة للحالة دي أنا عايزة بس كلنا نفكر، الأطفال دول والست دي حالتهم النفسية عاملة إزاي دلوقتي؟ انا يعني بمنتهى الامانه انا انسان علميه، فبقول لك انا لا مع ست ولا مع راجل، انا مع المكون الاساسي اللي هيتبني عليه هذا المجتمع. عايزه ناس كانوا عايشين كويس وبعدين بقوا بيناموا كلهم على سرير مثلا، او الاكل قليل، او هدومهم مش لاقيينها، بياخدوا هدوم من الناس. كل الامور النفسيه دي نتاج مجتمع. هل البنات اللي بتيجي تقول لي انا زعلان بابا وماما ليه؟ قالت لي عشان هما بيبقوا عارفين اكتر مني وبيوقعوني الوقعه دي مثلا، او العكس عشان ما نبقاش مع ولا ضد. فاقول لها طب وانتي فين؟ انتي بتفكري ازاي؟ انتي شايفه حالك مع هذا الرجل مده 5-6 سنين قدام هيبقى شكلها ازاي؟ تقولي ما عنديش رؤيه، ما هو حدش قال لي. فاحنا محتاجين الوعي بالنسبه للبنت، يعني انت عايزه تتجوزي ليه؟ المشكله طبعا ان في مشاكل في المجتمع بتجبر البنت انها تلغي هذا العقل وتقول لا اتجوز، طب اتجوز لا مش مهم اتطلق بس ما يتقالش عليا عايز. احنا محتاجين كثيرا من الوعي. اخلف احسن ما يقولوش ان انا بخلف، مش مهم. ولا بتاخد بالها خالص ان الطفل ده مهم جدا بالنسبه له يكون له اب ويكون له ام. يبقى هنا احنا محتاجين زي ما دكتوره صفيناز قالت وضيوفنا ان احنا كثيرا من الوعي الثقافي قبل ما نتجوز، الخطوه اللي هي قبل ما نلجا للجواز وبعد كده المحكمه، محتاجين وعي قانوني كمان. ووقت حلقتنا للاسف انتهى، والموضوع شائك وشائك جدا، بس انا محتاجه كلمه من استاذ احمد قبل ما نختم حلقتنا. والله يا فندم احنا المفروض يبقى في وعي، يعني قبل ما نلجا لقوانين الاسره ونحاول نحل، يعني يبقى في حلول. لا احنا الحلول نجيبها يعني قبل القدوم في الزواج،
ولكن مش بعد اللي قبل ما نلجأ للقانون لازم يبقى فيه ثقافة. بالظبط لازم يكون فيه وعي. متشكرين جدا لكل مشتمعينا ومشاهدينا، ومتشكرين جدا لضيوفنا سيادة المستشار احمد، المهندس ناجي، دكتورة صفيناز. الوقت كان قليل بس حضرتك يعني مرسي. اكيد لينا لقاءات اخرى إن شاء كتير الله. ان شاء الله. نورتونا، وانتظرونا في حلقات اخرى ومواضيع اجتماعيه اكثر جدلا وفضفضه.